Voilà donc هذه لو بون دانونس نتاع الجيم بلاي نتاعنا بالنسبه لليوم الوايلد هارت جو موجود ساقر على الانترنت ها موجود على الانترنت بيان سور نحكيوا على وايلد هارت اللي بالرغم من حادثتها انه الا انه سامحوني 79% من لي جوار الكل الموجودين على العالم واللي صوتوا للجو هذه نلقاهم بنسبه 79% عجبتهم على الاخر اللعبه هذه واللي هي لعبه فيديو حركيه نحكيوا على ار بي جي طورتها شركة RPG ولا RPG بالبي يا لطيف طورتها أوميغا فورس واللي تم نشرها عن طريقة إلكترونيك أرتس واللي هي معروفة برشا الشركة هذه ومنها هي كان نلقاوك السلسلة متاع تتذكرها اللعبة هذه نيد فور سبيد نيد فور سبيد يا حسرة نيد فور سبيد موست وانتد وكربون يا حسرة زاد نحكيو انه في الجو هذية اللاعبين يقوموا باصطياد وحوش ضخمه في ازوما واللي هو عالم ياباني مستوحى من اليابان الاقطاعي نعطي نحكيه على اليابان في العهد القديم ديجا سمعنا شويه حس ياباني في البوندانوس عجبتني برشا هذيك بيان سور بيان سور بيان سور كان تاريخ الاصدار الاول للجو هذايا في 16 فيفري 2023 معناتها نيو صحيت عن طريق كوي تيسيمو هولدينغ واوميغا فورس زوج مع بعضهم ومن اشهر المنصات اللي نجموا نلعبوا عليهم الجو هذي اللي هي البلاي ستيشن 5 الاكس بوكس سيريس ولا مايكروسوفت ويندوز ما تاع بلاي ستيشن 5 ابتداء من البلاي ستيشن 5 ولا الكاد ولا بلاي ستيشن لا لا ما يمشيش عليه نظرا للجرافيك اللي فيها ونظرا للامور الداخليه الكل صحيح 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 نحكيوا على مغامره اكشن غموض اصطياد وحوش كيما نجمو نحكيوا على وضعيه اللعب الفردي ولا وضعيه اللعب الجماعي ما تنجم تلعب مع اصحابك ولا تنجم تلعب وحدك بيان سور برشا كيما كنت نحكي لك الجو هذه صحيح هي هبطت معناتها ريسامون صحيح انه زاد لقات حظوظ مع بنسبه 79% من لي جيمرز الا انه في البيرفورمانس نتاعها نلقاوها تعبه شويه برسمي تعبه شويه شويه ونحكيو زاد البعض من اللاعبين اللي يستخدموا البي سي بالنسبه للويندوز مايكروسوفت ويندوز لقاو برشا صعوبات برشا صعوبات معناتها نحكيو على اللي مايكروسوفت ويندوز معناتها الاي او اس منحينها من الحكايه ماشي تقري خويا وراء الايفون ولا الاي او اس صحيح هذه كانت الاي تيك بها اي تيك نتاعنا اليوم دونك حكينا على وايلد هارت نعاود نذكر المستمعين اللي خلطوا علينا توا دونك الوايلد هارت سمعنا البوندانوس نتاع جو الاجواء الصينيه على شويه اليابانيه على شويه الكوريه على كل الاصوات الحماسيه هذوكم سمعنا برشا مؤثرات صوتيه جميله جدا دايوغ نجموا يتفرجوا في البوندانوس نتاع الجو نتاعنا لليوم يلقاوها اوفيسيلمون على اليوتيوب معناتها برشا حاجات نتعرضوا لها اغلب واكبر لي جيمر اللي لعبوا اللعبه هذه اللي هي قلنا احنا ديلاج موجوده في اللعبه هذه لكن الشركه تسعى الى تطوير الجو هذه وباش تحسن منها في اقرب الاوقات ممكن أقرب الأوقات. يعني لعبتها سقر ولا مازلت حكمت ربي البي سي نتاعي مازلت ما لقيتش ماهيش ار تي اكس وماهيش 3090 وما فيهاش كارت جرافيك طياره برشا على قدها وشنو يلعب البي سي نتاعك باش يكوى حد وحد ليج اوف ليجند ونقص هكا ويزي هكا ويزي يا لطيف زوي لي برشا البي سي برشا برشا شنو نوعيته البي سي نتاعك والله ازيوس اما الحق نتاع ربي ركبت فيه اس اس دي اما هوكا سافا طياره جو ازيوس لكن مبدل شويه صحيح مبدل شويه موديفيتو شويه فوالا عرفت الكهرباء موديفي صحيح موديفي ازيوس موديفي ازيوس موديفي بيان سور يلا سينو هذه الاي تيك اي تيك اي تيك سقر انت عندك مع التكنولوجيا وعندك دايوغ البارح مع السياحه قلنا لكن اليوم باش نكتشفك انا ما كانش في بالو بها الفازه هذه الاغلب باش نكتشفك في حاجه ما نعرفش انا باش نسميها ثقافيه ما نعرفش انا اجتماعيه سياسيه ما نعرفش انا ميسيون امبوسيبل سقر قداه فاهم انت ميسيون امبوسيبل تحكي على الفيلم ولا على الجو كلمة ميسيون امبوسيبل قداش فيها من تي قداش فيها من تي 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 من تي تي حرف تي فيها حتى حرف تي زيد تركز يا دي شنو ما فيها حتى حرف تي فيها ما فيهاش فادي فيها تي فيها حتى حرف تي سيد المخرج انور بن حسونة فيها تي يعرفها قلبي فيها حتى حرف تي بي احسب مليح شنو نحسب ميسيون امبوسيبل هي ما فيها حتى كيفاش ما فيها حتى تي ميسيون امبوسيبل ما فيهاش باهي يا سيدي احسب معايا ايه امشي ميسيون امبوسيبل تن 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 تن
وابقى احسب الصباح. لا هذي حلوة بصراحة حلوة. والله يا طلعت عندي مع الثمار يا اخويا. هذي برجولية تستحق عيد ميلاد اليوم. هابي بيرثدي تو يو. سمعت انا في الله. يلا سينو ميرسي بوكو ليك سكر. فرحان برشا بيك بحذايا اليوم في الايتيك. عاشك ميرسي. تعمقنا دونك التفاصيل الكل يلقاوهم المستمعين نتاعنا الكل على باج فيسبوك نتاعنا غاديو كاب اف ام والانستغرام ولا حتى اليوتيوب زاد. سينو مواصلين مع بعضنا بعد شوية باش نحكيو أكثر فأكثر كل مرة في حويجة جديدة. لكن توت سويت شو مش اسمه موزيكا ديكسي بسايكو ريبي روبي روز. فوالا يلا مع موزيكا حلوة رجعنا معكم بعد شوية أولاد الكاب.